في أخبار الرياضة، عاد المنتخب التونسي لحاملي الإعاقة إلى تونس متوجاً ب24 ميدالية إثر مشاركة تاريخية في بطولة العالم التي أقيمت مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن. وفيا لميزة الصعود على منصات التتويج وتقاليد حصد الميداليات في المناسبات العالمية الكبرى، حل المنتخب التونسي لحاملي الإعاقة مساء أمس بمطار تونس قرطاج مظفرا ب24 ميدالية، منها 10 ذهبيات توجت بها عناصر المنتخب الوطني بكل جدارة واستحقاق في بطولة العالم التي أقيمت في لندن. الحمد لله خدمنا بالبيان يعني وكرسنا كل شيء، معناتها وكل شيء كل شيء باش نوصلوا للبيت نتاعنا، الهدف نتاعنا، وربي وفقنا وجابنا في الصواب الحمد لله. يعني الرياضه نتاعنا يلزمها معنا الدعم، وثم معنا باش نسطوا لها ونشوفوا مع بعضنا، وثم وضعيات زاد الرياضيين ان شاء الله باش نشوفوهم. حرصنا على التواجد لاستقبالهم، هو رساله ساعه من رئاسه الحكومه على كونه راهو اليوم كل الدعم يعني للرياضه لذوي الاحتياجات الخاصه، كل الدعم زاد لجميع المتالقين اللي اليوم بال24 ميداليه اكيد راهم زادوا للرياضه التونسيه. واذا كان تالق المنتخب الوطني لحاملي الاعاقه جماعيا، فان الامتياز كان للمتسابق وليد كتيلة الذي نجح في الفوز باربع ميداليات ذهبيات، مكررا انجازا حققه في بطوله العالم الماضيه التي احتضنتها قطر، فيما فازت روعه ليلي بميداليتين ذهبيتين، وهو ما نجح في تحقيقه ايضا ياسين الغربي. صحيح، معناها عملت اكسبلوا باهي، عودت اربع ميداليات ذهب، رجعت اللقب اللي خسرته في ريو، وليسونسييل معناها مره اخرى ليسونسييل سافا معناها بيان باسي الحمد لله. يعني الحاجه الباهي اللي انا عندي ثقه في روحي برشا، اللي انا نعرف ديما انسان مادام وصلت عملت ذهب علاش لا ما نبقاش انا محافظ عليها. الحمد لله يا ربي، بعد واحد ما صبر وتعب شويه وخدم على روحه وخدمه سنين مش شويه، الحمد لله يا رب واحد توا زكاه ومازلنا باش نزيدو نتألقوا. المنتخب الوطني الذي استقبل استقبال الأبطال في مطار تونس قرطاج أنهى بطولة العالم في المركز السادس عالميا والأول عربيا وإفريقيا، وشارك ب16 رياضيا نجح 13 منهم في الفوز بميداليات.